مساكم الله بالخير. الكل يتفق جماعة الخير ان مباراة بكرة مباراة صعبة، لكن الصعب ليس مستحيل في كرة القدم. الكل يتذكر الهلال قدام فلامينغو سوى اول 45 دقيقة الهلال يلعب على مرمى واحد، سجلنا هدف لكن اخطينا، واخطأ رزفان انه خلى المباراة مفتوحة كأنه مقابل النصر ولا الاهلي. فأتمنى من جاردين بكرة إذا جتنا فرصة سجلنا هدف نلعب على هجمات ممتدة. ما هو عيب، هذا الخبز كرة القدم، خبز كروي يسمونه. فأنت تسجل هدف وتقفل بتفوز، أما أنك تسجل هدف وتفتح اللعب قدام فريق نفس تشيلسي لا والله بتخسر وتسجل فيك هدف وهدفين. بس ما صار قدام فلامينغو، سجلنا عليهم فتحنا اللعب الشوط الثاني وانتهت المباراة 3-1. أتمنى جماعة الخير من جارديم يبدل لاعبين، متعب مكان بليهي الله يرحم والديك يا جارديم، والعويس مكان المعيوف لأن تشيلسي فريق يجيد التسديدات من خارج المنطقة، والأشياء هذه تبغى لها حارس متمكن ورتم عالي وعنده رد فعل عالي. المعيوف التسديدات من برا ترى ضعيف مرة، فأتمنى أن يكون العويس أساسي ومتعب مفرج بديل بليهي. تكفي يا جارديم، صح شوي بإذن الله إنه ما راح تكون مباراة سهلة لتشيلسي. فيا رب إن شاء الله إن السيناريو يكون الشوط الأول نفس السيناريو مباراة فلامينغو، نمسك زمام اللعب ونسجل هدف ونقفل نلعب على هجمات مرتدة. وبكذا أقول ألف مبروك التأهل للنهائي، لكن إذا لعبت مباراة مفتوحة تحمل ما يجيك. التوفيق إن شاء الله.